إذن الحديث عن هذا الخبر والتعليق عليهما ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية. دكتور نبيل، نرحب بك على إكسترا نيوز. وخرجت تصريحات حالية من وزير الخارجية الألمانية الذي يزور طهران اليوم، يقول أن ألمانيا ليس بإمكانها أن تصنع المعجزات. كيف تعلق على هذا التصريح من جانب وزير الخارجية الألمانية؟ شكرا جزيلا لكم استاذ امام. كما تعلم ان الان هنالك حراك دبلوماسي يبدو غير مسبوق على خط الوساطه بين واشنطن وطهران. هنالك زياره للوزير الخارجيه الالماني، ثم زياره الرئيس الالماني، ثم هنالك زياره لوزير الخارجيه الياباني، ثم رئيس الوزراء الياباني. في واقع الامر ربما هذا الحراك الدبلوماسي يعكس اهميه الاهتمام بايجاد حل دبلوماسي للملف الايراني. لكن بمواجهة ذلك هناك لغة تصعيدية من الطرف من الجانب الإيراني من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة تريد خلال ممارسة مزيد من الضغوط إجبار إيران للجلوس في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات. وهذا الموضوع ربما خلق حالة دعني أسميه من التوافق الأوروبي مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بضرورة وأهمية تعديل الاتفاق النووي. الآن إيران تقول أنها لن تتفاوض خارج إطار الاتفاق النووي، لكن هناك تصريحات متضاربة. الرئيس روحاني أكثر من مرة على أن إيران مهتمة في عملية التفاوض، لكن شرط وجود ضمانات أمريكية بعدم الانقلاب مجددا على أي اتفاق مستقبلي قد يحدث. الآن أنا أعتقد أنه الظروف الداخلية الإيرانية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، الانهيار الاقتصادي في إيران وفرض دعني أسمي وجبة ثالثة في العقوبات تضمنت ثلاث عناصر أساسية من خلال إدراج الحرس الثور الإيراني على لائحة الإرهاب، ثم إدراج قطاع التعدين وقطاع البتروكيماويات أيضا على قطاع التعدين بعد إدراج شركة تابعة للحرس الثور الإيراني تسيطر على أكثر من 55% من هذا القطاع المهم الذي يدر على إيران بين 14 إلى 17 مليار دولار سنويا. تعتبر كلها تندرج ضمن إطار ما يسمى بتضييق الخناق الاقتصادي على إيران. وفي نهاية المطاف هدف واشنطن هو جر إيران للتفاوض. الآن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ربما تنظر بعين الريبة والشك ربما إلى إيران وإلى النوايا الإيرانية، خاصة أنها باتت تشاطر الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى هي تعديل الاتفاق النووي بما يتضمن عدم سعي إيران إلى عسكرة برنامجها النووي. الأمر الثاني هو معالجة برنامج الصاروخ الإيراني الذي بات يشكل تهديد إقليمي ودولي. والجانب الثالث هو معالجة دور إيران من خلال مداخل الأزمات الإقليمية ودعم إيران للإرهاب ووجود إيران خلال الحريق الإقليمي الذي يمتد عبر المنطقة. نعم، هذه هي الدعوة.